السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف السادس الابتدائي، مرحبا بكم في مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني. طب النهاردة إن شاء الله هنستكمل باقي دروس في جزء التاريخ اللي معايا، الوحدة الرابعة بعنوان التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من 1952 ميلاديا حتى 30 يونيو 2013 ميلاديا. أنا هتكلم عن الفترة ما بين 1952 لحد 30 يونيو عام 2013، سواء بقى التحولات اللي ظهرت في مصر، سواء التحولات دي سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. أول درس، الدرس الثاني عندنا النهاردة هو حرب أكتوبر، ملحمة العبور عام 1973. أنا طبعا أخدت الدرس الأولاني ثورة 23 يونيو عام 1952 وعرفنا أسبابها ونتائجها وأبطالها مين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حرب أكتوبر أو المسمى بملحمة العبور عام 1973. طب يلا بينا يا أولاد، في البداية نعرف ما المقصود بحرب الاستنزاف. انت عارف ان الفترة اللي سبقت حرب اكتوبر كانت بنسميها مرحلة الاستنزاف او حرب الاستنزاف. طب ما المقصود لو سألنا؟ هنقول طبعا حرب الاستنزاف هي حرب قامت بها قواتنا المسلحة المصرية ضد مين؟ ضد العدو الاسرائيلي. تمام كده. ليه؟ لمحو اثار هزيمة عام 1967 ميلادية. دي كانت عن مجرد عمليات يا أولاد، هنا القوات المسلحة المصرية بتقوم بها عشان تستنزف قوات الايه، القوات الاسرائيليه اللي كانت طبعا اعتدت علينا في عام 1967. يبقى احنا هنقول هنا المقصود بحرب الاستنزاف هي حرب قامت بها قواتنا المسلحه المصريه ضد العدو الاسرائيلي لمحو اثار هزيمه عام 1967 ميلاديه. طيب تعالى نكمل مع بعض. ولو جه هنا مثلا عايزاك تعرف هنا ملحوظة مهمة جدا، بيقول لك هنا ان لجأت اسرائيل الى اقامة سلسلة من التحصينات العسكرية المنيعة امام الجبهة المصرية، مثل ايه؟ مثل خط بارليف والساتر الترابي. طبعا هي بتحاول تدافع عن نفسها فاقامت ايه، تحصينات عسكرية بتحصن نفسها. طب زي ايه التحصينات دي؟ قلنا زي خط اسمه خط ايه، بارليف. تمام كده. وكان كمان جنب خط بارليف ده او امامه في الساتر الايه، الترابي. وطبعا ده كان بيبقى صعب على القوات المصرية ان هي تقتحمه او تتسلقه وتوصل لاسرائيل. بس تعالى مع بعض هنا نمشي بالخطوات ونشوف ازاي القوات المصرية هتقدر بفعل ايه، تقتحم الخط ده وتحطمه تماما. تمام. طيب لو جه هنا بقى سألك ما المقصود بخط بارليف؟ تمام. هنقول هنا ان هو احد التحصينات العسكرية المنيعة التي اقامتها مين؟ اسرائيل. ايوه كده، اسرائيل. فين بقى اقامتها؟ في شرق القناة. طبعا هنا المقصود بالقناة ان هي قناة السويس. يبقى تاني، لو قلنا ما المقصود بخط بارليف، هنقول طبعا ان هو احد التحصينات العسكرية المنيعة التي اقامتها اسرائيل شرق القناة. طب تعالوا نشوف من اهم القادة المصريين في حرب الاستنزاف، هو الفريق اول عبد المنعم رياض. يبقى هنا من اهم الشخصيات المصرية اللي اثرت في الوقت ده في حرب الاستنزاف هو الفريق اول عبد المنعم رياض. طب عايز اعرف عنه ايه؟ قال لي عبد المنعم رياض هو ابرز شهداء حرب الاستنزاف، هو ابرز شهداء حرب الاستنزاف، والذي استشهد وسط قواته على خط الجبهة ضاربا اروع الامثلة في الدفاع عن الوطن. يبقى هنا الفريق اول عبد المنعم رياض، عشان بتجيلي دايما من هو او الى من تنسب الاعمال يا سنة ستة، هو من ابرز شهداء حرب الاستنزاف الذي استشهد وسط قواته على خط الجبهة ضاربا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن. أنا هقول طبعا هو مين؟ الفريق أول عبد المنعم رياض. طيب تعالى هنا كده نشوف مع بعض سؤال للمتفوقين. بيسألك هنا بيقولك إلى من تنسب الأعمال، يبقى هو هنا عايز منك اسم إيه؟ شخصية. تمام. بيقولك إلى من تنسب الأعمال؟ أبرز شهداء حرب الاستنزاف الذي استشهد وسط قواته على على خط الجبهة ضاربا أروع الأمثلة في الدفاع عن الوطن. طبعا يلا مين شاطر يفكر معايا، احنا لسه كنا بنتكلم عنه عن الشخصية دي دلوقتي، فكروا كده يا أولاد وقولوا هو مين. طب
تعالوا نشوف بقى أسباب قيام حرب السادس من أكتوبر عام 1973. يا ترى مصر ليه قامت بالحرب دي ضد إسرائيل وفي الوقت ده بالذات؟ قال لي أكيد كان ليها بعدة أسباب مصر كانت عايزة تحققها من خلال حرب أكتوبر. طب هي عايزة تعمل إيه؟ قال لي أول حاجة إن إسرائيل في الفترة دي رفضت أي مفاوضات قامت بيها مصر سلمية إن هي ترجع الأراضي اللي احتلتها من مصر. يبقى هنا أول سبب خلى مصر تقوم بحرب السادس من أكتوبر إن إسرائيل رفضت مفاوضات التسوية السلمية وكمان استمرت في احتلالها للأراضي العربية. ده كان أول سبب. طب يلا مين يا أولاد شاطر يفكرني إيه هي الأراضي العربية اللي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو سنة 1967؟ كنا واخدينها في الدرس اللي فات. ها يلا شاطرين سمعوا أولادي بيقولوا معايا هو. طبعا أول منطقة احتلتها إسرائيل في 67 كانت شبه جزيرة سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس، وده طبعا فين؟ في مصر. وكمان احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية، ودي في دولة سوريا. وكمان احتلت الضفة الغربية لنهر الأردن، ودي كمان طبعا أكيد فين؟ في دولة الأردن. وآخر منطقة كانت قامت إسرائيل بأنها تحتلها هي القدس الشرقية من فلسطين. طيب هنا كل الأراضي العربية دي دلوقتي واقعة تحت الاحتلال الإيه؟ الإسرائيلي. وطبعا هنا مصر محتاجة أن هي تحرر كل الأراضي دي، فعلشان كده قامت بإيه؟ بحرب السادس من أكتوبر. يبقى هقول تاني سبب هو تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو سنة 1967 ميلادية، وإزالة أثار العدوان، طبعا العدوان الإيه؟ الإسرائيلي. طب تعالوا نشوف تالت سبب في قيام حرب السادس من أكتوبر عام 1973. مصر كانت عايزة تنهي حالة اسمها حالة اللا حرب واللا سلم التي فرضت على المنطقة. يبقى هي كان الوقت ده كان متوتر جدا، مش عارفين يا ترى مصر هتحارب ولا مصر مش هتحارب. فمصر كانت عايزة تزيل الحالة دي تماما اللي كانت موجودة في المنطقة بقيامها بحرب السادس من أكتوبر. يبقى تالت حاجة مصر كانت عايزة تعمل إيه؟ إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي فرضت على المنطقة. طيب يلا بينا نشوف هنا رابع سبب من أسباب قيام حرب أكتوبر. بيقولك هنا رد كرامة الجندي المصري والعربي. طبعا احنا كنا في 67 منهزمين، وطبعا اكيد يعني سيرتنا مش كويسة ان احنا عندنا جنود ومنهزمة وان احنا طبعا ضعاف جدا وان اسرائيل قدرت تنتصر علينا. فبالتالي كون ان انا ادخل حرب جديدة وان انا انتصر عليها، يبقى انا بعمل ايه كده يا اولاد؟ برد الكرامة بتاعتي. يبقى رابع سبب عندنا من اسباب حرب اكتوبر هو رد كرامة الجندي المصري والعربي. خامس سبب عندنا في قيام حرب أكتوبر هي إعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. أنا قلت من فترة إن هي أثناء الهزيمة إن بدأت إن الملاحة تنقطع في قناة السويس. طب هي مصر عايزة تعمل إيه؟ دي عايزة تعيد أو إعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. يبقى تعالوا نرجع مع بعض كده قيام بما تفسر قيام حرب السادس من أكتوبر عام 1973. هقول أول واحد رفض إسرائيل مفاوضات التسوية السلمية واستمرار احتلالها للأراضي العربية. اتنين تحرير الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في حرب يونيو عام 1967 وإزالة أثار العدوان. ثلاثة إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم التي فرضت على المنطقة. أربعة رد كرامة الجندي المصري والعربي. خمسة إعادة الملاحة البحرية في قناة السويس. طيب هنا في ملحوظة مهمة عايزاك تاخد بالك منها. بيقولك هنا ان اشاد عديد من القيادات العسكرية بالدور الاستخباراتي لبدو سيناء لصالح الامن العسكري والقومي المصري، وذلك بحرب الاستنزاف في حرب اكتوبر عام 1973 ميلادية. يعني ايه الكلام ده يا اولاد؟ طبعا هنا انتوا عارفين ان البدو دول هم مصريين واكيد بيحبوا ارضنا وارض بلدنا ووطننا مصر، فهم قاموا في اثناء حرب الاستنزاف في حرب اكتوبر بدور مهم جدا. يعني ايه دور استخباراتي يا اولاد؟ يعني كانوا بيعرفوا ايه هي اخبار العدو وبينقلوها للجيش المصري، وده طبعا كان بيساعد القوات المصريه ان هي تبتدي تعمل العمليات بتاعه حرب الاستنزاف بنجاح. فبالتالي طبعا هنا كلنا واحده واحده وكلنا ايد واحده بنساعد بعض في وقت الايه؟ السلم وفي وقت الحرب. فبالتالي هنا اشادت العديد من القيادات العسكريه بالدور الاستخباراتي لبدو الصحراء، طبعا لصالح مين؟ لصالح الامن العسكري والقوم المصري، تمام؟ وطبعا قلنا ده خلال حرب الاستنزاف وكمان خلال حرب اكتوبر.
طب تعالى نشوف الملحوظة اللي عندنا. هيتكلم عن ايه؟ هيتكلم عن حرب اكتوبر. حرب اكتوبر سنة 6 دي مش الجولة الاولى ما بين الصراع العربي الاسرائيلي، يعني ما بيننا وما بين اسرائيل، لا ده كانت قبليها بعض الجولات الاخرى، وتعد حرب اكتوبر دي الجولة الرابعة. طب هي الجولات الاخرى اللي خاضتها مصر ضد اسرائيل؟ قال لي اول حاجة في حرب فلسطين عام 1948، يبقى اول جولة في الصراع العربي الاسرائيلي كانت حرب فلسطين عام 1948. طب الجوله الثانيه امتى؟ قال لي اثناء العدوان الثلاثي عام 1956. وانا قلت لك في الدرس اللي قبل كده ان العدوان الثلاثي ده كان قايم بيه ثلاث دول، فرنسا وانجلترا ومعاهم طبعا اسرائيل. وثالث جوله من جولات الصراع العربي الاسرائيلي هي عدوان يونيو طبعا، او هزيمه يونيو عام 1967. طيب اطلق المصريين برضو، عايزه اعرفها دي من الملحوظات المهمه جدا، ان المصريين اطلقوا على حرب اكتوبر اسم العاشر من رمضان، لان هي قامت يوم العاشر من رمضان، يعني كنا صايمين كمان واحنا بنحارب، عشان كده اطلقنا عليها حرب العاشر من رمضان. تمام. طب حد تاني سماها باسم مختلف يا ميس؟ هقول لك اه طبعا، هنا في سوريا اطلق عليها السوريون على حرب اكتوبر سموها ايه؟ حرب تشرين. طبعا تشرين ده اسم من الشهور اللي موجودة هناك، اللي هو شهر 10، اللي هو شهر اكتوبر او شهر 10. طب يا ترى اتسمت باسم تاني حرب 6 اكتوبر ديت؟ طبعا الاسرائيليون سموها باسم برضو ايه خاص بيها، اللي هي اسم يوم الغفران او كيبور. يبقى هنا من اهم الاسماء التي اطلقت على حرب اكتوبر، هقول حرب اكتوبر او حرب العاشر من رمضان. تاني حاجة حرب تشرين كما اطلقها عليها او اطلقها السوريين على حرب اكتوبر، او كما سماها الاسرائيليون حرب يوم الغفران او كيبور. طيب تعالوا نشوف سؤال المتفوقين في الجزئية دي، جالي ويقولي ما النتائج المترتبة على رفض اسرائيل جميع المفاوضات السلمية لإعادة سيناء؟ طبعا احنا خدناها قبل كده، حسبكم تفكروا فيها لحد ما نكمل جزئيات الدرس. طب يلا نكمل مع بعض يا أولاد. دلوقتي بقى هنبتدي ندخل في نقطة جديدة، وهي أحداث حرب أكتوبر 1973. تمام. عايزين نعرف بقى الاحداث اللي حصلت في الحرب كانت ايه. هنا بنبتدي مع بعض وبنعرف، بنقول لك ايه؟ ازاء تعنت اسرائيل قررت مصر الدخول في حرب لاسترداد اراضيها المحتله بقياده الرئيس الراحل محمد انور السادات. يعني ايه الكلام ده يا اولاد؟ يعني احنا اتفقنا من البدايه وقلنا ان من اسباب الحرب ان اسرائيل رفضت ايه؟ مفاوضات التسويه، فاكرين؟ عشان خاطر مصر ترجع اراضيها، فبالتالي هي رفضت تتعامل معانا بسلام، ورفضت ان احنا نسوي الامر بشكل ودي وبشكل مفاوض. يبقى اكيد هنا ما ثبت لناش حل تاني غير ان احنا ندخل فين؟ في الحرب. يبقى ازاء تعنت اسرائيل، يعني هنا نتيجة لتعنت او رفض اسرائيل مفاوضات السلام قررت مصر الدخول في حرب. ليه؟ طبعا هنا لاسترداد الاراضي المصرية المحتلة. طب مين كان قائد حرب 6 اكتوبر يا اولاد؟ طبعا هنا مين؟ محمد انور السادات، وده طبعا كان رئيس مصر في الفترة دي. ممكن هنا يجي يقول لك الى من تنسب الاعمال؟ قائد حرب السادس من اكتوبر عام 1973، يبقى هجاوب دايما واقول محمد انور السادات. طيب تعال نكمل مع بعض احداث الحرب. بيقول لك هنا ان قامت مصر بالتنسيق مع الجيش السوري لاعاده بناء قوتهما، وكان التخطيط للحرب في سريه تامه. لو هتعرف كمان شويه هنقول لك هنا ان الحرب بدات على الجبهتين، على جبهه مصر وعلى جبهه سوريا في نفس الوقت. يبقى مصر في الوقت ده مش بتحارب لوحدها، بتحارب مع مين؟ مع الجيش السوري والجيش الايه؟ المصري. فاحنا نستقنا ما بيننا، قوات المصريه نستقت ما بين قواتنا وجيشنا المصري والجيش الايه؟ السوري. وبدأ ان هم التخطيط والتنسيق ده كان في سرية تامة طبعا، عشان ما يتسربش اي معلومات للجيش الاسرائيلي. طيب تعالوا نشوف بقى بداية المعركة بدأت امتى. المعركة بتاعت السادس من اكتوبر عام 1973. هنا بيقول لي ايه؟ في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، الساعة 2 من ظهر يوم السادس من اكتوبر عام 1973، طبعا الموافق للعاشر من رمضان عام 1393. طب ايه اللي حصل في الوقت ده؟ قال لي فوجئ العالم باجمع
ببدء القتال على الجبهتين المصرية والسورية. يعني مين اللي بدأ القتال؟ الجبهتين المصرية والسورية، وطبعا احنا عارفين ضد مين؟ ضد طبعا العدو الإسرائيلي. يبقى هنا في تمام الساعة الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر عام 1973 الموافق للعاشر من رمضان عام 1393 فوجئ العالم ببدء القتال على الجبهتين. مين؟ الجبهة المصرية والجبهة السورية، طبعا ضد مين؟ اللي ضد العدو الإسرائيلي. طيب تعالى نكمل كمان احداث الحرب يا اولاد مع بعض. بيقول لك هنا ان بدات المعركه بقى، وايه اللي حصل هنا؟ هيقول لك هنا تمكنت قواتنا المسلحه طبعا المصريه من ايه، حققت ايه قوات المصريه؟ اول حاجه تدمير موقع العدو الاسرائيلي في سيناء واحداث خسائر جسيمه بها. يبقى احنا بدانا القتال في سيناء، وفعلا استطاعت القوات المصريه بان هي ايه تدمر موقع العدو الاسرائيلي اللي موجود في سيناء، واحدثت بخسائر ايه كبيرة جدا. يبقى اول حاجة من بداية المعركة تدمير موقع العدو الاسرائيلي في سيناء واحداث خسائر جسيمة بها. طيب تاني حاجة، فاكرين ان احنا قلنا ان التحصينات اللي عملتها اسرائيل الساتر الترابي وخط بارليف؟ طيب هنا بقى تمكنت القوات المصرية من ازالة الساتر الترابي وعبور وحدات الجيش المصري الى سيناء. تمكنت القوات المصرية بتاعتنا والجيش المصري طبعا بقيادته الحكيمة من ان هم يشيلوا الساتر الترابي ده ويزيلوه تماما ويعبروا لحد ما وصلوا الى ايه؟ الى سيناء. تمام؟ طب وبعدين تالت حاجة من بداية المعركة كمان واحداث البداية، تحطيم تحصينات خط بارليف المنيعة. يعني احنا اتفقنا وقلنا ان تحصينات خط بارليف دي كانت اسرائيل بتطلق على نفسها الجيش الذي لا يقهر بسبب وجود خط بارليف ده. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى وفق قواتنا المصرية طبعا بفضل الله وبعدين بتخطيطهم الجيد ان هم يحطموا خط بارليف ده اللي هو عامل قوة كلها الجيش الاسرائيلي، وبالتالي قدروا ان هم يحدثوا بيه زي ما اتفقنا خسائر كبيرة. طب لو جا سألك ما النتائج المترتبة على تحطيم تحصينات خط بارليف المنيعة؟ هقوله طبعا هنا ادى الى ارتبكة صفوف العدو اللي هو الاسرائيلي، وده افقدوا الايه السيطرة على قواته. طبعا هو كان متحامي في خط بارليف ده وعامل نفسه حصانة جامدة جدا ومحدش هيقدر يوصل له، فتفاجئ بان المصريين بيقدروا يعبروه بفضل الله وخلاص موجودين عنده، فبالتالي ارتبكت صفوف العدو مما افقده السيطره على قواته. وده سؤال مهم. طب تعالوا نشوف دلوقتي الجزئيه اللي عندنا. يا ترى ايه موقف الدول الاوروبيه من حرب اكتوبر؟ قال لي طبعا تجمعت الدول الاوروبيه واطلقت قرار اسمه قرار مجلس الامن الاول. ايه ده؟ يعني هي كان ليها اكتر من قرار؟ قال لي اول حاجه تدخلت الدول الكبرى وصدر قرار مجلس الامن الدولي، وكان ليه رقم، واوعى تنسى الرقم ده، سنه 6338. طب يا ترى نص على ايه القرار دوت؟ ان هي الدول دي الزمت بوقف اطلاق النار ما بين مصر واسرائيل. وطبعا زي ما انتم عارفين ان من عادتنا ان احنا بنلتزم بالقرار دوت. طب مين اللي مش هيلتزم بيه؟ قال لي اسرائيل. طب ازاي عملت ايه اسرائيل بيدل على ان هي ما التزمتش بالقرار دوت؟ قال لي بدات ان هي تقتحم مدينه السويس. يبقى هنا بدات ان هي تقتحم مدينه السويس، وده كان دليل على رفض اسرائيل لقرار مجلس الامن 338. طب عملت ايه؟ قال لي اقتحمت مدينة السويس ولكنها فشلت في اقتحامها. طب ليه؟ قال لي بسبب بسالة وتعاون الشعب مع القوات المسلحة، ما قدرتش ان هي تدخل مدينة السويس بفضل طبعا تعاون الشعب مع مين؟ مع القوات المسلحة. تمام كده؟ طيب ايه اللي هيحصل؟ قال لي الدول الكبرى برضو مش هتقدر ان هي توقف لحد كده. قال لي لا، دي اصدرت كمان قرار مجلس امن الثاني، وليه رقم، وخلي بالك قرار مجلس الامن الاول ده 338. طب بيتكلم عن ايه؟ الزمت الدول الكبرى وقف اطلاق النار بين مصر واسرائيل، مصر التزمت بالقرار واسرائيل لم تلتزم. تمام؟ طب قرار مجلس الامن الثاني ده كان امتى؟ قال لي ده رقمه 340. طب يا ترى نص على ايه بقى؟ قال لي الدول الكبرى بدأت ان هي تقول او تجمع على وقف اطلاق النار واي اعمال حربية ما بين الطرفين. يعني بمعنى اصح لا اسرائيل هتقدر ان هي تكمل الحرب دي ولا مصر كمان، وقفت اطلاق النار وجميع الاعمال الحربية اللي كانت قايمة في الوقت ده بين الطرفين. طب ايه كمان؟ ده عودة القوات المتحاربة الى ما كانت عليه قبل يوم
22 اكتوبر، يعني هيقفوا لحد، او مصر واسرائيل هيقفوا في الحرب بتاعتهم لحد ما وصلوا ليوم 22 اكتوبر. يعني الحاجات اللي اخذتها مصر او الحاجات اللي لسه في ايد اسرائيل هتقف لحد دلوقتي، لحد يوم ايه؟ لحد يوم 22 اكتوبر. ده مش بس كده، ده كمان اقرت بانشاء قوة دولية للمراقبة. يعني ايه؟ قال لي يعني هتشوف مين اللي هيلتزم بالقرار ده ومين مش هيلتزم بيه. يبقى هنا ايه موقف الدول الاوروبية او الدول الكبرى من خلال الحرب ما بين اسرائيل ومصر؟ اصدرت قرارين. اول قرار هيبقى قرار مجلس الامن الاول رقم 338، وده اللي كان بينص على وقف اطلاق النار، وافقت عليه مصر زي ما اتفقنا والتزمت بيه، لكن اسرائيل لم تلتزم به. وتاني قرار هيبقى قرار مجلس الامن، ده هيبقى رقم 340، وطبعا ده كان بينص على وقف اطلاق النار وجميع الاعمال الحربية بين الطرفين وعودة القوات المتحاربة الى ما كانت عليه قبل يوم 22 اكتوبر. وكمان نص نفس القرار ده على انشاء قوة ودولية للمراقبة. طيب تعال نكمل كده مع بعض. هنا بقى دلوقتي هيوضح لك هي نهاية الحرب، نهاية حرب السادس من اكتوبر عام 1973. طيب بيقول لك هنا ان انتهت الحرب يوم كام؟ يوم 28 من اكتوبر عام 1973. طيب انتهى ازاي؟ بيقول لك هنا اجتمع الفريقان المصري والاسرائيلي لبدء مباحثات تنفيذ قرار مجلس الامن. يعني هنا بيوضح لك ان خلاص الطرفين اسرائيل مصر واسرائيل وافقوا على ان هم على القرار ده وعلى تنفيذه، وبداوا يعملوا مفاوضات او مباحثات علشان ازاي ينفذوا القرار بتاع مجلس الامن. طب تعالوا نشوف بقى عوامل نجاح حرب اكتوبر. يا ترى ايه اللي ساعد على ان حرب اكتوبر تنجح؟ اول حاجة عندي او اول عامل هو قوة الايمان، قوة ايمان المصريين بان ربنا معاهم وان هم هيقدروا ان هم يستردوا اراضيهم اللي احتلتها اسرائيل. طيب يلا نشوف تاني عامل كده يا اولاد. تاني عامل هو السرية التامة. فاكرين لما قلنا ان القتال او بدأ بالتنسيق ما بين القوات المسلحة المصرية والقوات السورية على نفس الجبهتين في نفس الوقت، وقلنا طبعا ده من خلال مين؟ السرية التامة. طبعا ده بيفكرك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالايه؟ بالكتمان. بالكتمان. تالت حاجة عندي التدريب المستمر. وطبعا احنا لاحظنا ان الرئيس محمد انور السادات وطبعا في الجبهة السورية كمان بدأوا ان هم يعملوا تدريبات مستمرة للقوات وللجيش علشان يقدروا ان هم يزيلوا بعض التحصينات وان هم يقدروا ان هم يشغلوا العدو تماما ويعملوا اكبر خسائر بالجيش الاسرائيلي. يبقى تالت حاجة هي التدريب المستمر. طيب رابع حاجة يا ولاد هي الخداع الاستراتيجي. طيب الخداع الاستراتيجي ده معناه ايه يا اولاد؟ قلنا هنا معناه ان طبعا مصر كانت بتخطط للحرب زي ما اتفقنا بسرية تامة، لدرجة ان اسرائيل نفسها ما كانتش متخيلة ان ممكن مصر تقوم بالحرب في التوقيت دوت. فبالتالي هنا حددنا ميعاد الحرب في سرية تامة، وكانوا حتى الجنود المصريين بينزلوا الاجازات بتاعتهم عادية. ده كان بنسميه هنا ايه؟ خداع استراتيجي، بحيث ان انا ما فهمش للعدو ان انا بتجهز علشان احاربه. خامس عندي حاجة هي التعاون العربي. طبعا لولا التعاون العربي اللي كان مع مصر في الوقت ده عمرها ما كانت هتقدر ان هي تتصدر او تفوز على اسرائيل. التعاون العربي ده زي ايه؟ قال لي في بعض الصور الكتيرة طبعا منهم سوريا وطبعا دول الخليج العربي اللي منعت سلاح البترول عن اسرائيل في الوقت ده عن امريكا. تمام، وده كان ده ليه اثر كبير جدا في نجاح حرب اكتوبر. طيب سادس عامل معانا يا اولاد هو العقيدة القتالية. يعني ايه يا اولاد العقيدة القتالية؟ العقيدة القتالية هنا هي موجودة عند الجنود المصريين، واحنا كلنا عندنا عقيدة قوية جدا بان احنا لما بندخل حرب ضد العدو يبقى احنا قدامنا حاجة من اتنين، يا اما النصر يا اما الشهادة. تمام كده. فبالتالي هنا المصريين داخلين بكلهم حماس وكلهم قوة واندفاع ان هم لازم يحققوا حاجة من الاتنين، والاتنين في نفس الامر لينا ايه؟ خير. يا اما النصر ان احنا نسترجع اراضينا مرة تانية، يا اما الشهادة، وده طبعا الشهيد ان شاء الله يكون في الجنة. يبقى هنا تعالوا نسترجع مع بعض تاني عشان بيجي يقول لي اذكر عوامل نجاح حرب اكتوبر. اول حاجة قوة الايمان، تاني حاجة السرية التامة، تالت حاجة التدريب المستمر، رقم 4 الخداع الاستراتيجي، 5 التعاون العربي، 6 العقيدة القتالية. طب تعالوا نشوف سؤال المتفوقين في الجزئية دي
جاي وبيقول لي دلل تاريخيا. دلل يعني برهن، يعني اثبت لي او ادي لي مثال. دلل تاريخيا على صحة العبارة الآتية: تعددت عوامل نجاح حرب اكتوبر عام 1973. طبعا هسيبكم تفكروا فيها لحد ما نكمل جزئية الدرس. طيب يلا بينا نكمل مع بعض درسنا يا اولاد. ودلوقتي هنا عايزاك تلاحظ حاجة مهمة، بيقول لك هنا ان اجتمعت الدول العربية المنتجة للبترول، وفي مؤتمر طبعا القمة كان موجود او منعقد بالقاهرة، وتمت الموافقة بالاجماع، يعني كل الدول كان عندها اجماع على استخدام البترول كسلاح في المعركة. وطبعا يعني ايه الكلام دوت؟ قلنا هنا ان طبعا انت عارف ان الدول العربية معظمها مشتهر جدا بوجود البترول في اراضي، واكثرهم دول الخليج، واكثرهم طبعا دول الخليج العربي. فطبعا البترول ده في حد ذاته سلاح قوي جدا، انها لو وقفت تصديره لاسرائيل او امريكا او للدول اللي بتساعدها، فبالتالي ده بتضغط عليهم جدا علشان خاطر توافق على المفاوضات وعلى المباحثات في السلام. فبالتالي هنا زي ما اتفقنا ان اجتمعت الدول العربية اللي بتنتج البترول في مؤتمر كان موجود بالقاهرة، ووافقوا كلهم بالاجماع لان هم يستخدموا البترول كسلاح في المعركة. طب يا ترى السلاح ده اثر؟ قال طبعا ده كان ليه اثر عظيم جدا ومكمل للعمل الايه؟ العسكري. يبقى الجنود كلهم بيحاربوا على الناحية العسكرية، وفي الناحية التجارية او اقتصادية الدول منعت البترول عن الدول عن اسرائيل والدول اللي بتساعدها. وده طبعا هنا بيقول لك حيث جعل الدول الصناعية الكبرى المستفيدة منه تدرك ان العرب قوة لا يستهان بها. طبعا خافت هنا تحطم اقتصادها وفي نفس الوقت بتتحطم عسكريا، فبالتالي هنا الدول الكبرى بدأت تعرف وتشعر بأهمية مصر والدول العربية. تمام؟ كمان وده بيثبت كمان اللي هي في عوامل نجاح حرب اكتوبر التعاون العربي، فكره طبعاً. التعاون العربي ده بتاكد طبعا على المعلومه دي. طيب كمان هنا عايزاك تعرف ان شارك العديد من الدول العربيه كمان ببعض قواته العسكريه في المعركه. يبقى هنا الدول العربيه سندتنا بحاجتين: بسلاح البترول زي ما اتفقنا، وان في دول عربيه شاركت ببعض قواتها العسكريه في المعركه. وده طبعا بياكد هنا ان الدول العربيه اخوه ودايما برضو وحده واحده، وبيتعاونوا مع بعض في وقت السلم وفي وقت الحرب وفي وقت الازمات. طب تعال نشوف بقى، احنا اخدنا اسباب الحرب، النهاردة هنتكلم عن النتائج المترتبة على حرب اكتوبر عام 1973. ايه اللي ترتب على حرب اكتوبر عام 1973؟ اول حاجة عندي اول حاجة كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب المصري ثقته بنفسه. طبعا احنا كنا طالعين من نكسة 67 مهزومين، وطبعا اراضينا رايحة مننا لدولة معادية. طبعا ده هيعمل ايه؟ قال لي ده هيخلينا نخاف من قوة الدولة دي. وكمان اسرائيل كانت بتخلينا ان احنا خايفين ليه؟ بسبب التحصينات او سلسلة التحصينات اللي هي قامت بيها زي خط بارليف او الستر الترابي. بمعنى صح عايز تقول لهم ان انتم مش هتقدروا على قوتنا. طب لما احنا حاربنا بقى في حرب اكتوبر عام 1973، قال لي لا دي كسرت حاجز الخوف عند المصريين واستعادوا ثقتهم بنفسهم ان احنا قادرين ان احنا ننتصر على العدو. طيب رقم 2 من النتائج المترتبة على حرب اكتوبر يا اولاد، بيقول لك هنا تغير نظرة العالم للجيش المصري وانبهاره بادائه العسكري تخطيطا وتنفيذا. يعني ايه؟ طبعا هنا العالم كله منبهر ازاي الجيش المصري قدر في وقت قصير جدا ان هو يهزم اسطورة الجيش الذي يقهر واسطورة جيش اسرائيل القوي اللي محدش بيقدر عليه في العالم كله. فبالتالي هنا ان دلوقتي بقت جندي منتصر، فالعالم كله تغير النظرة بتاعته. بدل ما كان بيبصلي على اني منهزم وضيعت ارضي، لا بيبصلي على اني قدرت اخطط لمعركة جيدة جدا وقدرت ارجع ارضي وقدرت انتصر على العدو بتاعي. فتغيرت نظرة العالم للجيش المصري، وكمان انبهر العالم باداء العسكري للجيش المصري في التخطيط للحرب وكمان في تنفيذها. طب رقم 3، قال لي القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي. طبعا احنا خدناها في البداية ان هم كانوا بيطلقوا على نفسهم ان هم الجيش الذي لا يقهر، وده طبعا بسبب ايه؟ بسبب التحصينات اللي كانوا عاملينها. طب احنا عملنا ايه خلال حرب اكتوبر؟ قال لي احنا قضينا على الأسطورة دي او أسطولة التفوق الإسرائيلي او الجيش الذي لا يقهر.
طيب رقم 4 بيقول لك هنا من النتائج المترتبة على حرب أكتوبر استعادة دورة مصر الرائد في المنطقة العربية واحترام العالم للمصريين. طبعا انت عارف ان مصر منذ آلاف السنين ومنذ الحضارة المصرية القديمة وحضارة الفراعنة لها دور رائد في المنطقة العربية، فبالتالي كان حدوث الهزيمة بتاعتنا في 67 لها عامل سلبي او مؤثر بصورة وحشة على مصر وعلى القوات المصرية. طب دلوقتي بقى بعد حرب 73 وانا منتصر، اكيد مصر بترجع لقى قوتها مرة تانية والمكانتها الكبيرة في المنطقة العربية، فاستعادت دورها الرائد في المنطقة العربية وكمان استعادت احترام العالم كله للمصريين. طب رقم 5، من أسباب حرب أكتوبر إن هم إحنا قمنا بالحرب دي ليه؟ قال لي عشان إحنا كنا عايزين نعيد الملاحة بقناة السويس. طب إحنا قدرنا نعمل كده؟ قال لي آه، ده من أهم النتائج المترتبة على حرب أكتوبر. طب إيه هي؟ عودة الملاحة بقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة، يعني مصر هي الوحيدة أو الدولة الوحيدة اللي بتشرف على الملاحة بقناة السويس، تمام كده؟ في يونيو عام 1975. طيب رقم 6، من نتائج حرب أكتوبر بيقول لك هنا ظهور أهمية التضامن ووحدة الصف العربي. مين شاطر فيكو طيب يفكرني، هو التضامن ده ووحدة الصف العربي ظهر في حاجتين كانوا إيه يا أولاد؟ في مشاركة طبعا سوريا أثناء الحرب، وطبعا التعاون العربي من خلال حرب أكتوبر في سلاحة البترول والقوة العسكرية. أيوة كده، الله ينور. طبعا قلنا ظهر بوضوح جدا في التعاون واستخدام سلاح البترول، وإن في بعض الدول العربية اللي أرسلت ليها قوات مسلحة ساعدتنا في الحرب. تمام، يبقى من عوامل نجاح أو النتائج المترتبة على حرب أكتوبر ظهور أهمية التضامن ووحدة الصف العربي. رقم 7 بقى عندي من نتائج حرب أكتوبر عام 1973 هو توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل. ده احنا ما حاربناش إسرائيل بس، ده احنا كمان انتصرنا عليها وكمان وقعنا اتفاقية ما بيننا وما بينها. طب دي كانت امتى؟ قال لي في مارس عام 1979. طب يا ترى ليه؟ وهنا بيجي السؤال ويقول لي بما تفسر توقيع مصر اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979؟ قال لي أكيد لاستعادة أراضيها المحتلة في سيناء، وذلك عن طريق المفاوضات. يبقى هنا لما يجي السؤال ويقول لي ما النتائج المترتبة على حرب أكتوبر عام 1973؟ هقول له 1، كسر حاجز الخوف واستعادة الشعب المصري ثقته بنفسه. 2، تغير نظرة العالم للجيش المصري وانبهاره بأدائه العسكري تخطيطا وتنفيذا. 3، القضاء على أسطورة التفوق المطلق للجيش الإسرائيلي اللي هو الجيش الذي لا يقهر. 4، استعادة دور مصر الرائد في المنطقة العربية واحترام العالم للمصريين. طيب رقم 5، عودة الملاحة بقناة السويس تحت السيادة المصرية الكاملة في يونيو عام 1975 ميلادية. 6، ظهور أهمية التضامن ووحدة الصف العربي. 7، توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979. وانت فاكر طبعا لو سألناك هنا بما تفسر هتقول لاستعادة أراضينا أو أراضي مصر المحتلة في سيناء عن طريق المفاوضات. كده يا ولاد نكون خلصنا الدرس بتاعنا، وفي نهاية شرحنا نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا مننا، ونتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق مع اطيب تمنياتنا بالنجاح الدائم.